وصلنا لفقره سؤال وسؤال. احنا دايما على السوشيال ميديا جانب كبير قوي بياخد وقت مننا الصراعات والتنظير بتاع الكوره مطوشه الكوره. صح. فتقريبا احنا هنعمل هنا الفقره دي وكان الحياه محللين بقى محللين. واحنا ايه المحللين كتير قوي قوي اللي هو بيبقى قاعد على الكنبه ده لو ده نزل اللعيب الفلاني ما تشطاله يا ابني تشطاله وتحس ان الستات بيجاملوا برضو الرجاله وهم قاعدين ما تشوط بقى وهم مش عارفين هم بيشجعوا انهي احنا هنشوط فين احنا الاحمر ولا الاصفر ولا الاخضر ايه رايكم نعمل ان وكان الحياه هي ماتش كوره هي ماتش كوره ايه رايك ولازم في حكم هيصفر وفي انذار وفي لعيب حريف موهوب فيرود وفي باك يمين وفي باك شمال وفي خط وسط اللي هو صانع الالعاب وفي الهداف وفي حارس المرمى في الحياه صح ماشي ماشي منتخب حياتكم بقى مين الفراوده ومين الباكات الباكات دول بيعملوا ايه ومين الباك يمين وباك شمال اللي هو يطلعوا قدام معاهم كره ويشوطوها بقى ايه يعني اللي هو لو انت عايزه تغيري دفه حياتك انا زهقان مثلا من التمثيل الباك ده مش يعني فهغير مش ده الدفاع الكرة. مش ده اللي بيدافع لما الكوره تيجي عند الجون ده مدافع وبيروح بس لقدام بيباصي برده قدام ايوه بس هو يعني مهنته او وضعه الاساسي في الملعب انه خط الدفاع الاساسي بتاع حياتك امال الوينج يمين وينج شمال ده ايه ده بقى اللي بيقف يمين وشمال ده بقى اللي بيمرر الكوره من ورا لقدام ده بيهاجم ده بيلعب في النص يعني هجوم على دفاع على كده صح يا جماعه صح كله ايوه كله بيخدم على ان كله لازم يجيب جون ايوه بس خلينا الفريق كله يجيب جون الدفاع ده هو اللي بيدافع عن لو احنا هنعتبر ان حياتنا ماتش كوره ايوه الدفاع ده هو اللي بيدافع مرمى. عن تعالى تعالى نقسمها هي حارس مرمى في حارس مرمى وفي باك يمين وباك شمال صح وفي وينج يمين وينج شمال اللي هو في نص الملعب تقريبا وفي نص الملعب الهجوم وسط الملعب اللي بيهندل بقى ما بين ال طب يلا قسم لي كده حياتك انا لا انا قدمت انت قسمي انسى انسى فاكرني فهمت حاجه من اللي انت قلتوه طيب يعني مين اللي بيعمل خط الدفاع في حياتي انا مثلا يعني مين اللي اقدر اعتبره خط دفاع في حياتي اختي وامي حلو ام خط الدفاع ومين الفرود انا اللي بجيب جون بتدخلي الجون في مين فاي حد في لا الجون بالنسبه لي هو هدف بحققه فانا هو الفرود ما يشتغلش غير لما يكون في الفرود ما يشتغلش لوحده صح. لما يكون طبعا. عنده خط دفاع قوي وخط هجوم قوي صح. فانا خط دفاعي القوي لما بقع هم اللي بيسندوا عشان ما يجيش فيا جون هما ماما واختي صح وانا اللي بجيب الجون لازم انت اللي هتجيبي الجون لنفسك محدش هيجيب لك طب لو ما جبتيش جون يا هدي مش مهم بيبقى عندك عادي الحماس انك نلعب تاني لسه الماتش قدامنا كتير صح الماتش مستمر لا الماتش مستمر برافو